ما حكم الحجامة في نهار رمضان؟ حرام. تفطر الصائم بالحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فالحجامة تفطر الصائم، ومثلها سحب الدم المعروف الآن للتبرع به أو لإسعاف مريض، على مثل الحجامة يبطل الصيام، لأنه يخرج القوة التي في بدن الصائم، فلا يجتمع عليه ضعف خروج الدم والصيام.